لسه مستمرين معاكم من داخل الحفلة الاستثنائي والأمسية الرائعة الكبيرة والعظيمة من داخل ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتكريم كل الفرق الرياضية وطبعا الفريق الأول لكرة القدم. ودلوقتي معايا واحد من نجوم فريق كرة السلة رجال، كابتن سيف سمير، برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. في البداية، حفلة الحقيقة زي ما أنت شايف موسم استثنائي، حفلة تليق بهذا الموسم. عايزة كمان أقول إن الحقيقة يعني فريق السلة تحديدا عمل موسم استثنائي ورائع الحقيقة، قدر كمان ان هو يروح كاس العالم للانديه. كلمني النهارده الاول عن انطباعك عن حفل اليوم. لا طبعا، يعني زي ما احنا متعودين من النادي الاهلي، حفله تليق باسم النادي الاهلي وتليق باسم الفرقه والناس كلها، زي ما احنا شايفين كميه البطولات زي ما احنا متعودين برضو في النادي الاهلي. فطبعا لا، حفله محترمه جدا وحفله كبيره. شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم. كابتن سيف، يمكن بيبقى مسؤوليه كبيره عليكم كفريق فكره تحقيق موسم استثنائي، وطبعا يعني الاحتفال بيه بهذه الطريقه زي ما انت شايف اكيد بيبقى دافع قوي، ولكن في نفس التوقيت مسؤوليه كبيره انه لازم الموسم اللي جاي يبقى اقوى واستثنائي اكتر من اللي فات. طبعا، يعني احنا يعني تقريبا مش، يعني عايز برضو اوضح ان ده مش اول موسم استثنائي لينا. يمكن السنه اللي قبلها خدنا برضو اربع بطولات. اصعب، هي دايما بيقولوا الاصعب ان انت تحافظ مش الاصعب ان انت تجيب. فطبعا يعني السنه دي موسم كمان اصعب بكتير، عندها كاس عالم، عندها بطوله عربيه، عندها بطوله افريقيا، فيمكن ده موسم استثنائي اكتر، وان شاء الله نقدر نحقق فيه حاجه كويسه للنادي الاهلي. يعني زي ما احنا شفنا تكريمكم، شفنا تكريم الاجهزه الفنيه، كل الناس بيهاند سينز اللي كان ليهم طبعا فضل او مجهود ان انتوا توصلوا للموسم ده. يعني شايف ازاي اللقطه دي، تكريم الاجهزه الفنيه، اي حد كان موجود سواء في غرف الملابس او اي حد موجود في المنظومه دي علشان توصلوا للموسم ده؟ طبعا يعني احنا في ناس بيهايند ذا سينز زي ما انت قلتي مش باينين، زي العامل بتاعنا، زي بتاع الاحمال، زي بتاع البدني، في ناس كتير قوي، بلس ان في ناس اصلا ما جاتش، في لعيبه ما جاتش النهارده تقريبا، هم عندهم كاس عالم، عندنا كاس عالم كمان كام يوم، فهم ما كانوش موجودين النهارده، فيمكن دول هم الاساس، الناس اللي هي زي ما بيقولوا ايه، هم دول اللي بيكملوا الشغل، واحنا بنحاول يعني نبين شغلهم على قد ما نقدر. اخيرا بقى كابتن سيف، رساله لمجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا مش دايما نقدر ننسى جمهور النادي الاهلي، دعمكم ودايما بيكون في ظهركم، رساله لمجلس الاداره والجمهور النادي الاهلي. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود خطيب ما قصروش معانا خالص، بقى لنا 3 سنين اللي بنطلبه بنلاقيه يعني بصراحه، فبشكرهم جدا وبتمنى ان احنا نفضل مشرفينهم كده دايما. وطبعا جمهور الاهلي هو رقم واحد، يعني احنا بنعمل كل ده عشان نبسطهم، عشان الناس تفرح. احنا عارفين قد ايه الناس بتستنى الفرحه من النادي الاهلي، بتستنى الفرحه ببطوله، بتستنى الفرحه حتى لو من الالعاب الجماعيه، فان شاء الله نقدر نفرحكم اكتر باذن الله. سيف، نورتنا وشرفتنا. شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع كابتن سيف سمير، احد اكبر نجوم فريق السله رجال. اكيد زي ما انتم شفتوا وتابعتوا معانا بيتكلم عن اكيد هذه الاحتفاليه الكبيره، وايضا عن كل هذه المواسم، ويمكن هذا الموسم الاستثنائي. طبعا مستمرين معاكم في لقاءاتنا، العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.